الذكرى ديال 25 سنة على تأسيس مسجد المحسنين، وارتعينا تكون هذه الذكرى إن شاء الله نتذكر يعني الآباء ديالنا اللي أسسوا هذا المسجد للجمعية، كذلك نترحم عليهم في هذا النهار إن شاء الله، وارتعينا إن شاء الله أن أقوم كذلك بتكريم الذين هم على قيد الحياة، يعني هم لهم الفضل كذلك. سنقوم إن شاء الله بتكريم كذلك، ونترككم مع شيوخنا الأفاضل الشيخ رمضان وكذلك سيدنا الشيخ ميمون دكتور ميمون، وسيلتحق بنا كذلك الأخ العزيز بشير مطالب، سيلقي محاضرة إن شاء الله بالألمانية، وأترك لكم المجال مع الشيوخ. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل علينا وعلى هذه الوجوه الحاضرة معنا ما صعب من أمور دنيانا ودنياكم وأخرانا وأخراكم. آمين آمين يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، يسعدنا في هذه الليلة المباركة أن نرحب بالحضور الكريم بالإخوة والأخوات الذين جاءوا من قريب أو من بعيد ليحضروا معنا في هذا الحفل الرباني المميز وفي هذه المناسبة الكريمة العظيمة. فأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. ثم باسمي وباسمكم جميعا نرحب بالسادة المشايخ الكرام الذين لبوا الدعوة وشرفونا بحضورهم معنا في هذا المجلس السعيد وفي هذه الليلة المباركة، وأطلوا علينا بإطلالتهم البهية التي زادت مجلسنا نورا على نور. فمرحبا أولا بالشيخ ميمون القاضي، مرحبا به في هذه الليلة، ومرحبا بالشيخ عبد المالك، ومرحبا بالشيخ سيد طالب بشير، مرحبا بكم جميعا في هذا المجلس المبارك. ثم أيها الإخوة، نلتقي بكم في هذه الليلة المباركة ونحن في هذا المسجد من مساجد الله تبارك وتعالى لنعيش مع هذه المناسبة العظيمة، وهي مناسبة عظيمة كريمة جمعت الخير كله جامعة شاملة. هذه المناسبة وهذا الحفل والاحتفال الذي ينظمه إخواننا بمناسبة ذكرى مرور 25 سنة على تأسيس هذا المسجد وعلى تأسيس هذا الصرح العظيم المبارك، وهي ذكرى غالية، ذكرى عظيمة، لها الحق أن تذكر ولا تنسى أبدا من الأذهان، لأنها ذكرى لشيء مهم، لشيء ببالغ الأهمية، وهو المسجد. فالمسجد كما تعلمون هو شعار الدين، شعار الإسلام، شعار المؤمن. المسجد هو حياة المسلم، هو راحة المسلم، هو سعادته في الدنيا والآخرة. فحقيقة لما تصرف الإخوة هذا التصرف ورأوا هذا الرأي الجميل بإقامة هذا الحفل وهذه المناسبة بذكرى هذه الذكرى الغالية العظيمة حتى يكون لها الأثر على شبابنا، ثم في هذا الحفل كذلك نوع آخر من أنواع الخير ومن أبواب الخير ومن أخلاق ديننا العظيم، وهو تفكر وتذكر الجماعة القدماء الذين رحلوا عنا إلى دار البقاء رحمهم الله تعالى. فهذا الاحتفال وهذا الحفل جاء
ليربط حاضرنا بماضينا، جاء ليربط هذا الجيل الحاضر بالجيل الماضي. فهؤلاء الناس الذين نتذكرهم في هذا اليوم وفي هذه الساعة المباركة كان لهم الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في تأسيس هذا المسجد وإيقافه على رجليه بجهودهم وإنفاقهم وتبرعاتهم ومالهم وخدمتهم لدين الله تبارك وتعالى. استطاعوا هؤلاء الناس رحمهم الله أن يؤسسوا بيتا من بيوت الله تبارك وتعالى. فهذا العمل لا ينسى لهم أبدا ما دام هذا المسجد يعني يقوم بدوره ويعطي أكله، فرحمهم الله تعالى. فلا أطيل عليكم حتى لا أطيل عليكم، خير ما نبدأ به هذا المجلس آيات بينات من القرآن الكريم حتى تكون بركة علينا وبركة على مجلسنا في هذه الليلة النورانية القرآنية المباركة يتلوها على مسامعنا فضيلة الشيخ ميمون قاضي، فليتفضل. مشكور يا كاسي الله يسلمك. صلي شفاك الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. فليتفضل شيخنا المبارك ليمتعنا ويتحفنا بكلمة وبموعظة من مواعظه، فليتفضل مشكورا. الحمد لله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه جل وعلا تتحقق المقاصد والغايات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة للعالمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، معاشر الفضلاء، عمار المساجد، رواد بيوت الله، خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بنا جميعا ضيوفا على الله رب العزة سبحانه في بيت من بيوته، فمرحبا بنا جميعا في هذا اليوم من أيام الله، وفي هذا الشهر من أشهر الله، وفي هذا البيت العامر من بيوت الله عز وجل. وفي البداية اسمحوا لي أن أشكر الإخوة
في مسجد المحسنين أن أشكرهم جزيل الشكر على هذه المبادرة الطيبة المباركة. إنها عادة حسنة، إنها سنة حميدة ومبادرة طيبة لا يسعنا إلا أن نثمنها وأن نشد على أيدي الإخوة القائمين عليها. فأهنئ الإخوة وأهنئهم على هذه الفكرة وأهنئهم على هذه المبادرة الطيبة المباركة. ليلتنا أيها الأحبة ليلة مباركة من كل الزوايا ومن كل النواحي، اجتمع فيها شرف الزمان وشرف المكان وشرف الوجوه وشرف اللقاء. فالزمان لا يفصلنا عن رمضان إلا بضعة أيام، ونحن في شعبان أيضا فهو شهر مبارك. والمكان نحن في أطهر بقعة وأشرف مكان، فنحن سعداء ونحن نجتمع في رحاب هذا البيت العامر وعلى مائدة القرآن ومع وجوه طيبة مباركة ومن أجل هدف نبيل، إنه هدف الوفاء. فليلتنا أمسيتنا لحظتنا هي لحظة وفاء، وفاء وعرفان لمن رحلوا عنا ولا زالت ذكراهم في قلوبنا. إنها أمسية الوفاء لهؤلاء الرجال، لهذا الجيل الطيب المبارك الذي كان له فضل التأسيس والتشييد والبناء، ومن حقهم علينا أن نعترف بفضلهم وبمشكورهم. فنحن الليلة بمشيئة الله عز وجل على موعد مع الحديث عن هذا الجيل الطيب المبارك، عن هؤلاء الصحب، عن هؤلاء الرجال، وما أدراك ما الرجال، الذين كانوا يعمرون زوايا هذا البيت ويعمرون جنباته وأماكنه، وكل مكان في هذا المكان يشهد على هؤلاء. ولو نطق المسجد لقال فلان كان يجلس هنا، الحاج إسماعيل كان هنا، والحاج توامي كان هنا، والحاج الحبيب كان هنا، والحاج عامر كان هنا، واللائحة طويلة حتى لا أنسى الأسماء. ولذلك نحن الليلة نعترف إليت عرفان ونتحدث عن جميلهم وعن فضلهم، عن رجال عرفناهم فأحببناهم وعاشرنا البعض منهم فازددنا لهم حبا لما أكرمهم رب العالمين سبحانه وتعالى بجميل الصفات وجميل الخصال والأخلاق. إنهم رجال كانوا أوتاد لهذا المسجد، بالأمس القريب كانوا معنا وكانوا بيننا، واليوم لم تبقى معنا إلا ذكراهم العطرة وفضائلهم ومناقبهم. فلهم منا، لهم منا الوفاء كل الوفاء، والعرفان كل العرفان، ولهم منا الدعاء بالرحمة والغفران. صحيح أنهم ماتوا، لكن ما ماتت فضائلهم. قديما قال الإمام الشافعي رحمه الله في ديوانه: قد مات قوم ولم تمت مكارمهم وفضائلهم، وأضف إليها مناقبهم. قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. الميت الحقيقي والإنسان اللي حي لكن ليس له أثر، لم يترك له بصمة، ليس له بصمة لا في مسجده ولا في حياته ولا في أسرته. الحقيقة ميت وإن كان من الأحياء، ليس من مات فاستراح بميته، إنما الميت ميت الأحياء. فيقول إمام الشافعي: قد مات أقوام ولم تمت مكارمهم، وعاش أقوام وهم في الناس أم ماتوا. وفراق الأحباب مصيبة، وأي مصيبة، كل واحد منا له حبيب. فقد أباه، فقد أمه، فقد ابنه، فقد زوجه، فقد أخاه، لكل إنسان له حبيب فقده. ولا شك أن فقد الأحباب مصيبة، وأي مصيبة، مصيبة تدمع العين وتحزن
القلب. لقد حزن رسول الله، حزن النبي عليه الصلاة والسلام، حزن لما فقد أمه وقد عاش يتيما، يتيم الأب يتيم الأم، وحزن لما فقد جده، وحزن لما فقد زوجه وعمه، وسمي ذلك العام بعام، وحزن أيضا أكثر وأكثر في المدينة المنورة لما دفن بيديه الشريفتين 6 من أولاده. من يستطيع أن يصبر هذا الصبر؟ كم دفنت من أولادك؟ فبلا أحد، سلم الله الأولاد جميعا. لكن تخيل سيدنا النبي دفن بيديه الشريفتين في حياته 6 من أولاده، وقال في آخرهم إبراهيم الذي كان آخرهم، فقال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإنا إلى فراقك يا إبراهيم لا محزونون ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا. هكذا قال عليه الصلاة والسلام، لا بد من الفراق، تلك سنة الحق، عش ما شئت فإنك، واحبب من شئت فإنك مفارق، لا بد من الفراق. وإذا كان لا بد من الفراق فلا بد من الوفاء. أعتذر الصوت يتعبان، مصاب بنوبة نزلتي برد وزكام من المرض عذر، ولكن أبينا إلا أن نحضر معه إن شاء الله تعالى. إن أعطينا الكلمة منذ أسابيع فكان لا بد من الوفاء، ونحن في لحظة وفاء وفي أمسية وفاء وفي ليلة وفاء. تقبلوا الصوت على علته إن شاء الله تعالى. فقلت أيها الأحباب، فلا بد من الوفاء لهؤلاء القوم، ولا بد أن نذكر فضائلهم ومناقبهم ومكارمهم. فما هي فضائل هؤلاء الرجال وما هي مناقبهم؟ لهم مناقب كثيرة. لقد تميز هذا الجيل الأول، هذا الجيل المبارك، جيل التأسيس، لقد تميز بميزات كثيرة، وكانت لهم فضائل عديدة لا تعد ولا تحصى، وإليكم بعض من مناقبهم وفضائلهم. من فضائل هذا الجيل، هذا الرعي الأول، ومناقبهم وفضائلهم ومكارمهم، أن لهم كان لهم ارتباط وثيق بالمساجد تأسيسا وبناء، حازوا الشرف شرف تأسيس المساجد، وحازوا شرف بناء بيوت الله، وهذا شرف ما بعده شرف. الشرف كل الشرف أن تكون واحدا من بناة بيت الله، وأن تكون واحدا من عمار بيت الله، إنه لا يعمر بيت الله إلا رجل مؤمن، إنما يعمر مساجد الله من شهد لهم رب العالمين سبحانه بالإيمان في آية عطرة عظيمة مباركة. هؤلاء الرجال عرفوا قيمة المسجد، عرفوا خطر المسجد، دور المسجد، رسالة المسجد، وحاجة الناس لا سيما في هذه البلاد إلى المساجد. ولذلك بادروا من الثمانينات، إن جماعة المحسنين لمن لا يعرفوا أنها كانت مع جماعة غلطبي، كانوا جماعة واحدة من الثمانينات، ولم تؤسس هذه الجمعية إلا سنة ربما 97 أنا 99 جئت إلى ألمانيا، فكنا في المسجد قديم، وكان أخذ ريسي هو المسؤول، مجموعة من الشباب هذا. لذلك فهذا المسجد هذا ماشي مرة بمراحل متعددة. فهذا الجيل قام بتأسيس المسجد، وساهموا وشاركوا بالغالي والنفيس من أجل تأسيس المسجد، وكان المسجد بسيطا لكن كان عظيما في رسالته. نذكر في 99 كان المسجد الشارعي كان بيت عبارة عن غرفتين، لكن كان ما شاء الله يمتلئ عن آخره بهؤلاء الرواة، بهؤلاء العمار، ويجتمعون طبعا عند المغرب وعند العشاء، ولا تجد مكانا تصلي فيه. لماذا؟ هؤلاء كانوا يحرصون على عمارة المسجد. هذا الجيل ساهم في تأسيس المساجد، وبادر إلى تأسيس المساجد، لأنه عرف بأن المسجد هو الملاذ، هو سفينة النجاة، وأن المسجد في الواقع الأوروبي وجوده ليس ثانويا، وجوده وجود ضروري، فريضة وضرورة، لأنه هو الذي يحفظ الهوية ويحفظ الدين
واسألوا الناس، اسألوا الجيل الأول الذين على قيد الحياة أطال الله أعمارهم لجوا في الستينات، اسألوهم كيف كان حالهم وكيف كان حال الدين وحال الإيمان في الستينات وفي السبعينات في غياب المساجد. الكثير كان لا يصلي، والبعض ربما كان يصوم أو لا يصوم، لكن لما أسست المساجد هي التي جمعت الناس، وكان ملتقى المسلمين هو المسجد، وهو الذي استطاع أن يحافظ على دين المسلمين وعلى هويتهم وعلى انتمائهم الحضاري. فالمسجد له دور كبير، فهو البداية وهو النهاية. لدينا نقول الشباب المسجد هو البداية وهو النهاية. فإنسان ما يولد يعق عنه في المسجد، فبدايتك بالمسجد وآخر مكان تغادره إلى المقبرة هو المسجد. يصلى عليك في المسجد ومن المسجد إلى المقبرة، ولذلك المسجد هو بداية المسلم وهو نهاية المسلم. وأنت تعيش بين ساعة الميلاد وساعة الوفاة، أنت تقضي حياتك وين؟ المسجد، صباحا صباحا مساء. وهذا حال الجيل الأول. فالميزة الأولى التي تميز بها الجيل الأول، واسمحوا لي أن أقول المغاربة حقيقة، المغاربة طبعاً، واسمحوا لنا الإخوة من الجنسيات الأخرى إذا تحدثنا عن بشكل خاص عن المغاربة، المغاربة تميزوا بحرصهم على تأسيس المساجد. فلا تجد مدينة إلا وفيها مسجد للمغاربة، ومش مسجد واحد، قد يكون عدد أربع وخمس مساجد. لكن في القرى الصغيرة مثل هذه القرى الصغيرة لا شك أن لا بد أن تجد مسجدا مغربيا، وهذا يحسب للمغاربة. فمن ميزاتهم ارتباطهم ببيوت الله، مع أن هناك جاليات أكثر عددا وعدة من المغاربة. المغاربة كم عددهم في ألمانيا؟ ربما 200,000، ومع ذلك القنصلية تصحح هذا الخطأ إذا كان هناك خطأ. إذا 200,000 ربما تعد المغاربة في ألمانيا أو ما يقارب ذلك، لكن مع ذلك انظر إلى ألمانيا طولا وعرضا، تجد أن في كل مدينة ما شاء الله مسجد أو جمعية أسسها المغاربة، وهذا شيء حقيقة جميل جدا، مدعاة للفخر والاهتزاز، وهذا يحسب لهذا الجيل الطيب المبارك، جيل التأسيس. فمن مناقبهم وفضائلهم أنهم كان لهم فضل تأسيس المساجد تأسيسا وبناء. ومن مناقب هذا الجيل الأول، هذا الجيل المبارك، من فضائلهم ومناقبهم ومكارمهم أنهم كانوا عمار بيت الله عز وجل، لا سيما في الجمع والجماعات وفي الجنائز وفي رمضان وفي صلاة التراويح وفي الأعياد. الجيل الأول على عكس جيلنا نحن الشباب اليوم، فالشباب لا تجده ولا تراه في المسجد إلا يوم الجمعة، لكن لا نعمم في بعض المساجد. لكن الجيل الأول من فضائلهم ومناقبهم أنهم كانوا يحرصون على عمارة المسجد. فلا تأتي المسجد مع صلاة المغرب والعشاء فلا يمكن ألا ترى هذا الجيل الأول حاضرا في بيت الله عز وجل. أما الجمعة أما الأعياد فحدثوا لا حرج. وهذا من مناقبهم أنهم كانوا حريصين كل الحرص على عمارة بيوت الله عز وجل، وعمار المساجد هم خيار، هم خيار من خيار، هم صفوة الخلق. أثنى الله على عمار المساجد في آيات كثيرة، فقال سبحانه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقرأنا قبل قليل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة، آيات كثيرة يمدح فيها رب العالمين ويثني على عمار بيته. وعمار المساجد أصلا هم الأنبياء، سيدنا إبراهيم وهو يرفع وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ولذلك هذا الجيل المبارك كان على خطى الأنبياء وعلى خطى الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، الذي كان أول مشروع فكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام عند وصوله إلى المدينة، عند وصوله إلى قباء قبل ذلك، هو تأسيس المسجد.
بالمناسبة سيدنا النبي لما هاجر أسس أربعة مساجد، لا نعرف إلا مسجدين، نعرف إلا مسجد قباء ومسجد المدينة، لكن أهل السير يذكرون أن سيدنا النبي أسس أربعة مساجد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أينما حل وارتحل في غزوة أو في خرجة أو في سفر إلا ويؤسس مسجدا ولو عشا ولو شيء بسيط جدا. المهم لا بد أن يكون المسجد حاضرا في حياة الإنسان المسلم. من مناقب هذا الجيل المبارك جيل التأسيس أنهم تركوا بصمات شاهدة على هذا الجيل الطيب المبارك، خلدوا ذكرهم، خلدوا أسماءهم، لهم مع المسجد قصص وحكايات وذكريات. لو أخذنا هذا المثال هذا المسجد، فهؤلاء الرجال الذين ذكرنا بعض أسمائهم كانت لهم قصص، كانت لهم ذكريات، كانت لهم مواقف مع هذا المسجد. هذا المسجد شاهد على هؤلاء، والمسجد الأول في صيغته الأولى شاهد على هؤلاء الإخوة الذين بذلوا وأنفقوا وساهموا بوقتهم بجهدهم بمالهم حتى بيديهم، كانوا يشتغلون بيدهم في تأسيس هذا المسجد المبارك. احنا جينا شباب وجدنا المساجد ما شاء الله مهيئة، اشتريت أغلبها طبعا كان في البداية كان مؤجرة لكن في النهاية أصبحت ملكا. فإذا جاء الشباب أحيانا ينسون فضل الأوائل، لماذا؟ جينا صنع المساجد مفرى موسعة فننسى أن هذه المساجد ما كان لتكون بهذا الشكل وبهذه الصورة وبهذه السعة لولا تضحيات هؤلاء. كم أنفق الجيل الأول، كم أنفق من وقته من جهده من ماله، أنفقوا الآلاف، أنفقوا الآلاف المؤلفة، النساء أنفقن الذهب والرجال أنفقوا الآلاف المؤلفة من أجل بناء وتأسيس وتشييد هذه البيوت. فلا بد أن نعترف لأهل الفضل، فلا بد أن نعترف لهم بفضلهم وسبقهم وخيرهم في هذا التأسيس لهذا البيت الكبير المبارك. من مناقب قلنا هذا الجيل أنهم تركوا لنا بصمات، والإنسان المسلم لا بد أن يترك بصمة. ضع بصمتك، بصمتك في الحياة، أترك لك آثار. الناس نوعان، من الناس من مات وقد ترك له آثارا وبصمة، ومن الناس من عاش في هذه الحياة ومات وارتحل ولم يترك له آثار. لكن هذا الجيل الذي نتحدث عنه ترك بصمات في هذا البيت من بيوت الله عز وجل، والإنسان المسلم لا بد أن يترك له بصمة. وكيف لا تترك لك بصمة في بيت من بيوت الله عز وجل وهناك مخلوقات تحدث عنها القرآن الكريم وخلد ذكرها تركت بصمات وبصمات. هل أتاك حديث الهدهد الذي كان يحمل هم الدعوة إلى الله عز وجل وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لياتيني بسلطان مبين، فما كث غير بعيد. فقال أحطت، ويتكلم بثقة واعتزاز من عبد العلم، فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش، بدأ في التفخيم، ولها عرش عظيم. لكن بعدها تحدث عن حال عبادتهم لغير الله عز وجل. فانظر إلى همة الهدهد، الهدهد وهمته في ماذا؟ في الدعوة إلى الله عز وجل. فله بصمة، خلد القرآن وذكره في القرآن الكريم. هل أتاك نبأ النملة التي أنقذت أمة من النمل وتبسم لها سليمان، فتبسم ضاحكا من قولها لما قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني، إلى آخر الآيات. وقس على ذلك مجموعات من المخلوقات التي خلد الله ذكرها في القرآن الكريم لأن لها بصمة، فكيف لا تكون لك بصمة وأثر في الحياة؟ وربنا يقول سنكتب ما قدموا. من مناقب هذا الجيل جيل التأسيس هذا الرعيل الأول أنهم تركوا لنا ذكرا جميلا، تركوا لنا سمعة طيبة، تركوا لنا أثرا، الناس تثني عليهم خيرا. إن حينما يموت الإنسان ما الذي يذكر به؟ تذكر الأعمال، أعمارنا أعمالنا،
فالأعمار هي الأعمال. إذا مات الإنسان هل تذكر الأموال أم تذكر الأعمال؟ هل يقال رحمه الله كان وكان، أي كان يفعل كذا وكان حمامة المسجد وكان يعمر المسجد، أم ترك عقارا وعمارات وترك أموال؟ ما تركه لأهله، لكن ماذا ترك لأمته ولدينه؟ لذلك هذا الجيل الرباني ترك لنا ذكريات، وترك لنا ذكرا حسنا وأثرا طيبا، وهذا هو العمر الحقيقي. العمر الحقيقي والعمر الثاني هو أن تترك بعد رحيلك ذكرى. قديما قال الشاعر: دقات قلب المرء قائلة له، إن الحياة دقائق وتواني، فارفع لنفسك قبل الموت ذكرها، فإن الذكر للإنسان عمر ثاني. من منا لا يثني على الحاج معيد رحمه الله بابتسامته المعبودة؟ من منا لا يثني على الحاج عبد الله السايح بلينه ورفقه وكرمه وابتسامته؟ من منا لا يثني على الحاج التهامي؟ من منا لا يثني على الحاج حبيب؟ من منا لا يثني على الحاج عامر؟ من منا لا يثني على الأخ ميمون قضاد؟ من منا لا يثني على المرحوم البشيري؟ من منا لا يثني؟ والنائحة طويلة، هذا الذي أعرفهم شخصيا، لكن هناك أسماء لا أعرفها. لذلك هؤلاء القوم تركوا بصمات، وقلنا المسجد شاهد عليهم، ولو نطق المسجد لقال: هنا كان يجلس فلان، وهنا كان يجلس فلان، وهنا كان يجلس فلان. ولا بد أن يذكر الإنسان بأعماله وأفعاله. أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام تركوا لنا ذكرا حسنا، وتركوا لنا بصمات في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. من منا لا يعرف أم محجن، تلكم المرأة العظيمة التي تذكر بالمرأة السوداء التي ماتت، وظن الصحابة أنها امرأة بسيطة لا تستحق أن يخبر بذلك رسول الله وأن يصلي عليها النبي عليه الصلاة والسلام. فذات يوم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الصحابة: أين هي أم محجن؟ قالوا الصحابة: يا رسول الله ماتت ودفناها ليلة، ولم نريد أن نوقظك أو نزعجك. فقال: ألا آذنتموني؟ وقد غضب رسول الله غضب الحبيب على أحبابه، ثم قال: هلموا معي، وذهب إلى قبرها وصلى عليها عليه الصلاة والسلام. وفي رواية يقال أنه خاطبها وقال: يا أم محجن، ما الذي وجدتيه أثقل في ميزان حسناتك؟ قال: إزالة الأذى من المسجد. امرأة لا يمكن أن تنسى. ماذا كانت مهمتها؟ كانت تنظف المسجد. وكم من إخوة من الجيل الأول كان يأتي وينظف المسجد. كانت المرأة أنت سيدنا كانت تنظف المسجد رحمها الله مثلا، تذكر بذلك. كان حاج التهامي مثلا رحمه الله كان دائما لبدا تصليح شكون يخرجهم، حاج التهامي رحمه الله. كان الحاج مثلا حاج اسماعيل رحمه الله كان من الذي يعيد لنا الشاي في مغرب العشاء، حاج اسماعيل اذا حضر حاج اسماعيل حضر الشاي. يذكر بهذا. المهم الخدمه سيد الرجال هذه الشاهد عندنا كل انسان يذكر بفعل، يذكر بصفه. كان فلان رحمه الله هذه صفته وهذه ميزته. تميم الداري، من منا لا يعرف تميم الداري؟ جاء من فلسطين وعاش في ارض فلسطين ورأى الكنائس كيف تضاء، فلما أتى إلى المدينة المنورة وكان المسجد النبوي ما فيش إنارة. تخيلوا المسجد النبوي يصرف الضمة، مسجد رسول الله ما فيش إنارة. أول واحد غادي ينور المسجد سيدنا تميم. فكرة جميلة جدا. تميم الداري لما أتى إلى المدينة ورأى المسجد ما فيش الإنارة، وعاش في فلسطين الكنائس فيها المصابيح والزيت إلى آخره، فماذا صنع؟ أتى بخيوط وأتى بمصابيح بقناديل، وضع الزيت والفتيلة وشعل، أنار المسجد. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى المسجد يزهر، مسجد منور، فقال: من نور مسجدنا نور الله قلبه ونور الله دنياه وآخرته. فقال: أنا يا رسول الله. فكرة قد تبدو بسيطة لكن لها أثر عجيب. انظر إلى هذا الدعاء، فاز بدعاء رسول الله: من فعل من نور مسجدنا نور الله قلبه ونور الله دنياه وآخرته. زيد المجمر، رجل لا نعرف اسمه، الزيادلة كثيرون، لكن هذا زيد عرف بالمجمر. المجمر يجي يوم الجمعة يعطر المسجد، يجي احنا بالعود القمري ولا يجيب البخور وكذا يعطر الشعب. من يفعل هذا منا؟ مسألة بسيطة لا تكلف شيء، لكن يعطر المسجد. ف
فعرف هذا الصحابي في زمن النبي بزيد المجمر. رأيتم الفضائل؟ رأيتم أبواب الخير وأبواب الجنان؟ هكذا كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وضعوا بصمات وتركوا آثارا وتركوا لنا ذكرا حسنا يذكرون به. والذكر الحسن أمنية، أي واحد يتمنى أنه لما يموت ما يتنساش، واحد يتمنى أنه لما يموت يذكر بالفضائل والخيرات، وهذه أمنية الأنبياء والأصفياء والمرسلين. سيدنا إبراهيم ماذا قال؟ واجعل لي لسان صدق في من لسان الصدق؟ أي اجعل لي سمعة طيبة، أترك لي ذكرا حسنا. ومن منا لا يحب إبراهيم؟ ومن منا لا يعرف إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم؟ من مناقب، ولازلنا وكلفوني أن أتحدث عن المناقب، فمن مناقب هذا الجيل الطيب المبارك أنه ورث لنا الدين للأبناء وللأحفاد وللأجيال القادمة وللأجيال اللاحقة، وتلك والله مسؤولية كبيرة، هي مسؤولية الآباء، مسؤولية الأمهات، مسؤولية الأولياء، مسؤوليتنا جميعا. أكبر الخوف، أكبر خوف، أكبر ما يؤرق أي أب، وأنه كيف يترك ابنه مسلما في هذه البلاد؟ ليس سهلا. كيف تترك من بعدك ولدا يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا؟ وهذا الخوف ماشي نتاع الآباء العاديين، حتى الأنبياء كان عندهم هذا الخوف. وانظروا إلى هذا المشهد الرقيق الوطراق، هذا المشهد الطيب المبارك الذي تحدث عنه القرآن الكريم، إنه مشهد يعقوب عليه السلام، هو جالس مع أولاده وهو على فراش الموت في اللحظات الأخيرة، يوصيهم بوصية غالية عالية ويسألهم سؤالا واحدا عنه. الذي كان يؤرق يعقوب، الذي كان يشغل باله، من لم يكن مشغولا بالموت مع أنه الآن يموت وتجد نفسه، لم يكن مشغولا بمرضه ولا بموته ولا برحيله، لما كان بمشغول ماذا سيترك من بعده؟ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه؟ ماذا قال لهم؟ ماذا تركتم لكم؟ ماذا ستفعلون بأموالي وأرزاقي؟ ماذا قال؟ ما تعبدون من بعدي؟ فلم يرتح، لم يهدأ له بال، ولم يطمئن، ولم يقر له قرار حتى سمع الجواب. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. حينها نام على فراش الموت قرير العين، ارتاح. لماذا؟ لأنه أدر لي المهمة نتاعه. من الموت لا بد منه، لا عيارة في الموت ولا خوف من الموت، لكن الخوف. ومن حسن الخاتمة والختام هو الولد الصالح. وفي الحديث الصحيح إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، من بين هذه الكنوز: ولد صالح، يا والولد الصالح ينفعك دنيا وينفعك وأنت وحيد في قبرك. والذي ينفعك ولدك الصالح ينفعك، ينفعك بالدعاء، ينفعك بالاستغفار، ينفعك بالصدقة، ينفعك بقراءة القرآن، ينفعك بالحج، ينفعك بالعمرة، ينفعك بالأعمال الطيبة. والميت يفرح إذا أردت أن تفرح أمك في قبرها، وإذا أردت أن تفرح أباك في قبره وهو وحيد فريد، فعليك بماذا؟ دعاء، استغفار، صدقة. فإن الميت لا يفرح بالعمل الصالح، بل إنه ينتقل من درجة إلى درجة ومن مرتبة إلى مرتبة، ويقول يا رب أنا لها من جل هذا الخير، هذا كله أنا لهذا، فيقال هذا بدعاء ولادك لك، استغفار ولادك لك، اللهم أصلح ولادنا جميعا. لذلك قلت هذا الجيل المبارك خلنا أولاد صالحين، والدليل أن هذه الأولاد هم اللي فكروا في هذه المبادرة، أي هؤلاء الأبناء البررة وهذه الدرية الطيبة، درية بعضها من بعض، هم الذين قاموا بهذه الفكرة، قاموا بهذه العادة وهذه السنة وهذه المبادرة الطيبة الذين يشكرون عليها. وقد تجد العجيب في بعض الأحيان أن لائحة الشرط بيكون الأبناء بررة وخلوة للتوفى سيبقي اسم تعبهم ما تمحاش، هذا لا بد أن يكون،
إن الإنسان لما يولي يخلي ولاد صالحين لابد الإنسان وخامات الأبن تاعك خليه الاسم تاعه ويبقى هذاك 20 أورو اسمه 20 أورو في الشهر لكنها صدقة جارية. لكن ما تكون الولد صالح تكون الدنيا صالحة تفكر بهذا التفكير. ولذلك هذا الجيل الطيب المبارك من مناقبه وفضائله أنه ورث ماذا؟ ورث الدين. وأعظم الميراث ميراثه الإسلام. أعظم ما تورث الأولاد تاعك ما تورث لهم الدين. طريفة من الطرائف، سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه دخل سوق المدينة فقال يا أهل المدينة، ميراث يوزع في المسجد النبوي وأنتم هنا بالسوق، ما أعجزكم والله؟ الأموال توزع، ميراث يوزع في المسجد وأنتم هنا تختصمون في الأسواق. فذهب الناس جماعات وزرافات وحدانا ذهبوا إلى المسجد فلم يجدوا الشيء اللي كانوا يبحثوا عليه، وجدوا حلقة تاع قرآن وحلقة تاع ذكر وحلقة تاع دعاء وحلقة تاع علم. فعادوا إلى أبي هريرة قالوا يا أبا هريرة أين هو الميراث؟ قلت أن الميراث يتوزع أنتم مجالس السوق، أين هو الميراث؟ على من الذي وجدتم؟ قال وجدنا كذا وكذا وكذا. قال والله ما أجهلكم وما أعجزكم، وهل ترك رسول الله إلا الإسلام وإلا العلم؟ هذا هو الميراث. كاين شي ميراث أعظم من الدين؟ كاين شي ميراث أعظم ما تورث لأبنائك وأحفادك أن تورث لهم القرآن والسنة والإيمان والإسلام وتورث لهم هذا الدين؟ هو أعظم ما يورثه الإنسان لأبنائه. آخر من قبح طلعت عليكم من مناقب هذا الجيل الأول وهذا الجيل المبارك أنه كان رغم بساطته، رغم أن الجيل الأول بس كانوا بساطة، أي الثقافة نتاعهم محدودة، ربما أغلبهم لم يدرس مدارس في بلادنا، لأن أغلبهم جاءوا من البوادي والمداشر والقرى، جاءوا يشتغلون في المناجم في الستينات، معروفة التاريخ نتاع هذه المنطقة نتاعنا، جالية في هذه المنطقة أغلبها جاءوا لهذا الغرض. فأغلبهم لم يكن له مستوى، هناك استثناءات، لكن أغلبهم لم يكن له مستوى من الثقافة. لكن رغم بساطتهم وقلة علمهم لكن كانوا رجالا، كانوا عظماء، إنهم نجحوا في تربية الأبناء. القضية لا تقاس بالثقافة ولا بالعلم ولا بالمستوى، إنما تقاس بماذا؟ هل نجحت في تربية أبنائك؟ هل نجحت في أسرتك؟ كم من شاب له ثقافة وشواهد عليا فاشل في أسرته وفاشل في تربية أبنائه؟ وكم من إنسان أبانا وأجدادنا وكذا لم يكن له مستوى من العلم لكن مع ذلك كانوا عظماء، أنشأوا جيلا طيبا مباركا يعتز بدينه. وهذا الجيل، هذا الجيل الأول كان عنده هذه المفخرة وهذه المنقبة، هو الافتخار بالانتماء. كان عنده الانتماء، انتماء الديني، انتماء الوطني أيضا، الهوية الدينية والهوية الوطنية، الاعتزاز، الافتخار بالانتماء. لذلك لا يمكن أن تجد رجلا من الجيل الأول لا يفتخر بانتمائه للدين. أنا مسلم ويفتخر بها، أنا مسلم لا أكل هذا، أنا مسلم هذا حرام لا أكل هذا، حياته لم يأكل رمضان، يمكن يشتري سواء بسيط أم كذا لكن لم يسبق له أنه أكل رمضان. لماذا؟ لأن إنسان عنده الاعتزاز بالانتماء، الاعتزاز بالدين. والفخر كل الفخر أن يفتخر الإنسان بدينه، أن يفتخر الإنسان بانتمائه. الفخر مش أن يفتخر الإنسان بكثرة جاهه أو بكثرة ماله أو بكثرة صورانه وجلاله، لا، وإنما أن يفتخر الإنسان بدينه. في زمن النبي عليه الصلاة والسلام قصة، قام رجلان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وكل واحد يفتخر. قام أحدهم فقال أنا فلان ابن فلان وابن فلان، فمن أنت؟ لا أم لك. أراد رسول الله أن يلقنهم درسا لم ينسى فقال له في زمن موسى عليه السلام قام رجلان يفتخران، أحدهم له 9 من الأجداد كلهم غير مسلمين، فبدأ يفتخر بهم، أبي فلان، جدي فلان، جد أول فلان إلى آخره، فذكر 9 من أجداده. فيقول لصاحبه الثاني اللي كان رجل مؤمن يخاف الله عز وجل وكان من جلساء موسى، فمن أنت؟ لا أم لك. فقال أنا ابن فلان
وابن فلان ذكر جدين مسلمان وأنا ابن الإسلام. أكبر فخر بالنسبة إلي ماشي فلان وقبيلة الفلانية، أنا ابن إيش؟ ابن الإسلام. فماذا قال رب العالمين لسيد موسى؟ أخبر، أو حرب العالمين إلى موسى، أخبر الرجل الأول اللي افتخر بتسعة من الأجداد نتاعو كلهم ماشي مسلمين، قل له أجدادك التسعة في النار وأنت عاشرهم في النار والعياذ بالله. وقل للثاني الذي افتخر بأبوين مسلمين وافتخر بانتمائه الإسلام، قل له هما في الجنة وأنت ثالثهم. فلما سمع سيدنا عمر هذه القصة تأثر، وتأثر أكثر لما سمع الصحابة جالسين في جلسة يتعارفون فيما بينهم، كل واحد يعرف بالقبيلة، وهذا شيء طبيعي. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف، ماشي عيب أنا للقبيلة فلان بدون فخر. فلما وصل الدور على سيدنا سليمان سلمان الفارسي، فكل واحد يقول أنا من قبيلة كذا، أنا من قبيلة تميم، أنا قرشي، أنا كذا، أنا كذا، يفتخر بقبيلته المعروفة. فلما وصلوا لسلمان الفارسي وحق لهم أن يفتخر، لو أراد أن يفتخر بسلمان بفارس إمبراطورية الفارسية الضاربة في أعماقه تاريخ أشقرون، لكن لم يقل أنا من بلاد فارس، إنما قال أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. فبكى عمر وقال وأنا أيضا ابن الإسلام. سيدنا عمر العملاق الملهم قال أنا وأيضا أنا، مسلم سليمان يقول أنا ابن الإسلام، قال وأنا أيضا ابن الإسلام. لذلك هذا الجيل الأول كان يفتخر، يفتخر بإسلامه، يفتخر بالتمغربية نتاعه، يفتخر بانتمائه، يفتخر باللهجة نتاعه، يفتخر باللغة نتاعه عربية أو أمازيغية، المهم يفتخر بانتمائه للدين، ويفتخر بانتمائه للدين وبانتمائه للوطن. ما هو الواجب؟ أختم بهذا الواجب علينا، من هنا كان لابد أن نذكرهم وأن نزداد لهم، أن نحبهم وأن نزداد لهم حبا، وأن نعترف لهم بالفضل، ولا بد أيضا أن نوفي لهم. والوفاء وفاء الأحياء للأموات، هذا واحد خلق كريم، خلق عظيم من أخلاق الأنبياء والأصفياء والمرسلين، ومن أخلاق سيدنا وسيدكم صلى الله عليه الصلاة والسلام. رب العالمين سبحانه وصف نفسه بهذه الصفة، ومن أوفى بعهده من الله، ومن أوفى بعهده من الله. فالوفاء صفة من صفات الرحمن، اسم من أسماء الله عز وجل الوفي. ووصف بالوفاء رب العالمين سبحانه، وصف بالوفاء أنبياءه وأصفياءه، فوصف سيدنا إبراهيم وإبراهيم الذي وفى، وفى العهد معه مع الله، وفى العهد معه مع الناس، فإبراهيم قمة الوفاء. وصف إسماعيل، انظر التربية دري بعضها من بعض، إسماعيل من صفاته أنه كان صادقا، وفي الكتاب إسماعيل إنه كان صادقا وواحد، هو الوفاء. سيدنا وسيدكم رسول الله، سيد الأوفياء الذي علم الدنيا كيف يكون الوفاء، وفى للكل، وفى لأمته، ترك دعوته شفاعته لأمته، يقول يا رب أمتي أمتي أمتي. قالوا الصحابة أين نلقاك يا رسول الله؟ قال موعدنا عند الحوض، اللهم اجمعنا بنبيك عند الحوض لقيا وسقيا. وفى لأمة، منساش الأمة نتاعو في ساعة الشدة، أمتي أمتي، وبعد يقول نفسي ويقول أمتي أمتي. وفى لأمه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب من المدينة إلى مكة فاتحة عام الفتح، مر بالأبواء في منطقة في الصحراء 150 كيلومتر على المدينة المنورة، صحراء والجيش معه والصحابة مع بالآلاف. نزل رسول الله عليه الصلاة والسلام وأوقف الجيش، الصحابة ينظرون ماذا يفعل رسول الله ولماذا نزل بهذا المكان. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان ثم بكى، هذا
ذهب إليه عمر العملاق الذي كان يستطيع أن يتجرأ على رسول الله يسأله الصحابة يمنعهم من الحياة، فقال يا رسول الله ما الذي يبكيك؟ قال تذكرت قبر أمي. كم من سنة ماتت أمه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وعمره 6 سنوات، والآن غادي يمشي يفتح مكة وهو يقارب 60 من عمره، تخيل 54 سنة. ما ننساش القبر نتاع حنا ينذهب في الصيف إلى البلد إلى المغرب، وفي نفس المدينة مقبرة فيها الأب نتاعك ولا الوالدة نتاعك، دفنتم هذه واحد البضعة نتاع سنوات. إيوا تمشي إلى الصحراء وتمشي إلى الغربي وإلى الشرقي، تمشي بحرا وجوا وتمشي إلى كل المناطق، السهول والجبال والهضاب، ولا تستطيع أن تقطع خطوات تمشي تزور القبر نتاع الأب نتاعك القبر نتاع الأم نتاعك. هل هذا من الوفاء؟ هل هذا من الوفاء؟ تمر على المقبرة ربما بالسيارة وما توقفش تقول ندخل نترحم عليه. سيدنا النبي 54 عام وصحراء ما كاينش لا شاهد ولا والو، ما نساش المكان أين ماتت أمه وعمره 6 سنين عليه الصلاة. إنه الوفاء من سيد الأوفياء، من الوفي الأول الذي عرف الدنيا كيف يكون الوفاء. وفى لزوجه، نتحدث عن وفائه لخديجة بعد وفاتها، كيف وفى لها حتى غارت أمنا عائشة، تخيل تغير حية من ميتة. إنسان ممكن تغير المرأة من ضر حية، لكن تغير من ميتة؟ قال ما غيرت من امرأة ميتة إلا من خديجة، من كثرة ما يذكرها النبي كانت وكانت وكانت. حتى ذات قالت وماذا كانت هذه المرأة؟ كانت عجوز شمطاء. غضب رسول الله قال والله لقد كانت خير النساء، لقد صدقتني حينما كذبني الناس، وآمنت بي حينما كفر بي، وواستني بمالها حينما تركني الناس، وجاءني منها الولد. كان يذبح الشاة يقول خذوا هذا لفلانة جارة خديجة صديقة خديجة. أي وفاء من الوفي عليه الصلاة والسلام. وفاء لأصحابه، الصحابة لا تسبوا أصحابي، ولا تسبوا أصحابي اتركوا عليكم أصحابي. سيدنا النبي وفاء لأصحابه، ما من أحد إلا وله أيادي إلا كفأناه، إلا أبا بكر لم نكافئه وسيكافئه الله. يقول أي واحد أسدى إلينا معروف ردنا له جميل، إلا ما يمكنش رد الجميل نتاع الصديق نتاعو الوفي سيدنا أبا بكر رضي الله عنه. هذا هو الوفاء، والاعتراف بالجميل والاعتراف بالفضل لأهله. تخيلوا سيدنا النبي وفى للمشركين، لما هاجر ترك عليا يرد الأمانات والودائع. يا رسول الله طردوك وأرادوا أن يقتلوك، وقفوا بالباب يريدوا أن يقتلوك وأنت تحافظ على الأمانات. إنه رسول الله يرد، إنه وفاء، بل وفى حتى لغير المسلمين. لما كانت غزوة بدر وذوك 70 تاع الأسرى، يقول النبي عليه الصلاة والسلام والله لو كان المطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء 70 لأطلقت سراحهم إكراما له. رجل غير مسلم لكن إنه الوفاء، وقف مع النبي واحد الموقف ماشي سهل بعد الرجوع من الطائف، فقال لو كان حيا وكلمني وتوسط لي هذوك 70 من الأسرى أطلقت سراحهم. لماذا؟ إكراما لي لوجهه، ماشي مسلم الإنسان قرشي، لكنه كان فيه النخوة وفيه المروءة العربية. إنه الوفاء. أتعرف بأن سيدنا النبي وفى حتى للحجر وللشجر؟ مر على جبل أحد فماذا قال رسول الله؟ قال هذا جبل أحد يحبنا. و يا شيء وفى أكثر من هذا؟ أنك توفي حتى للحجر. هذا سيدنا النبي الوفاء لمسقط الرأس. وفى المكة، بكى لما أخرج منها وقال والله لولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. إنه الوفاء لمسقط الرأس. هكذا كان الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. لكن السؤال اللي نختم به، كيف وفى النبي عليه الصلاة والسلام للأموات من أصحابه وأحبابه؟ هذا سؤال مهم جدا اللي عنده علاقة بالموضوع. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان قمة في الوفاء للأموات من أصحابه. إذا سمع شي واحد من الصحابة مات، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يبكي
بكاء شديد ويحزن، مش من عائلته لكن من أصحابه. أين هو الصديق الذي يبكي على فراق صاحبه؟ أحيانا كيسلم يبكي حتى على عائلته، أحيانا لقسوة القلب. سيدنا الذي يبكي على فراق الصديق، إنه الوفاء لأصحابه. لما توفي أبو سلمة سيدنا بكى وقال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين. اللهم اغفر لنا وله يا رب العالمين. هذا يدعي سيدنا النبي لأبي سلمة. لما توفي عثمان بن مضعون هو أول صحابي دفن بالبقيع، هذه المقبرة نتاع الصحابة في 10,000 من الصحابة، أول صحابي دش المقبرة سيدنا عثمان بن مضعون. لما توفى سيدنا النبي بكى بكاء شديدا وبكى لفراق إبراهيم. ولما قيل له أو تبكي يا رسول الله قال إنها الرحمة، كيف لا أبكي، إنها الرحمة. فكان يوفي لأصحابه، إذا سمع بالوفاة يبكي عليه الصلاة والسلام. من وفائه للأموات من أصحابه كان يحرص على أن يصلي شخصيا على الميت إذا كان من أصحابه. أحكينا القصة من نفس المرة على جنازة، وقال لمن هذه الجنازة؟ قالوا يا رسول الله إنها للمرأة. رواية أخرى مر على قبر جديد وقال ما هذا القبر الجديد؟ لمن هذا القبر؟ النبي لم يصلي عليه. فقال يسمى إنها المرأة السوداء التي كانت تقوم وتنظف المسجد، ماتت ليلة. بالمناسبة يجوز الدفن ليلا عند الحاجة، فدفنوها ليلا والنبي نائم. فما أرادوا أن يحرجوه وأن يوقظوا، قالوا مرأة عادية ماتت، صلوا عليها ندفنوها بلا ما نوضوا سيدنا النبي عليه السلام. قال لما لا تدنوني؟ ثم صف الصفوف وصلى عليها. الشاهد عندنا الوفاء لهذه المرأة، النبي صلي عليها مرة أخرى ويدعو لها عليه. من الوفاء لأصحابه، من الوفاء النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه، أنه كان يحرص على أن يدفن أصحابه بيديه الشريفة، ينزل في القبر ويدفن هو. تخيل سيدنا النبي هو اللي ينزل في القبر، هو اللي يقول دلوا لي أخاكم، قربوا لي أخاكم، وينزله في القبر عليه الصلاة والسلام. ابن مسعود تمنى واحد أمنية غالية، فقال كلمة عظيمة، قال يا ليتني كنت صاحب هذه الحفرة. في غزوة تبوك، جيش في منطقة تبوك، جيش معسكر كبير بالآلاف، 30,000 الجيش. في وسط الجيش يقوم سيدنا ابن مسعود بالليل فيرى نارا، شاف النار بعيدة، فقال أبحث عن هذه النار، ما قصتها، ما سببها؟ فيمشي، فماذا وجد لما اقترب من النار؟ وجد أن سيدنا النبي سيدنا أبا بكر وعمر والقبر محفور، سيدنا النبي داخل القبر يقول دلوني أخاكم، قربوا لي أخاكم. صحابي جليل اسمه عبد الله ذو البجادين، عبد الله ذو البجادين. لما أسلم جرد من ثيابه فلم يجد ما يلبسه إلا بجاد. بجاد هو واحد الكيسة، واحد اللي احنا نقوله كبرتا ولا شي حاجة، سمع على زموش درها إرداء وإزار، أسمي عبد الله ذو البجادين. لكن كان صاحب قرآن، كان يقرأ القرآن آناء ليل وأطراف النهار. فسيدنا النبي لما مات هذا الرجل نزل في قبره وقال قربوا لي أخاكم، قربوا لي أخاكم. فقال ابن مسعود يا ليتني كنت صاحبا. يتمنى الإنسان أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو اللي يدفنك ويزرع في القبر تاعك، من مثلك، من مثلك. فيقول يا ليتني كنت صاحب هذا. من وفاء النبي صلى الله عليه وسلم للأموات من أصحابه أنه كان يدعو لهم، كان يترحم عليهم، كان يزور قبرهم. وهو في الأيام الأخيرة من حياته قام ليلا وذهب إلى البقيع. قصة تعون عائشة لما تبعته قالت إن ذهب إلى بعض نسائه أو كذا، فقامت تركض من ورائه سن النبي في شغل وهي في شغل آخر. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مقبرة البقيع وبدأ يترحم ويدعو لهم. حتى في الأيام الأخيرة من مرضه من باب الوفاء أنه كان دائما يذهب للدعاء، وحتى وهو مريض لم ينسى أن يترحم على أصحابه في مقبرة البقيع. إنه الوفاء. من منا يزور قبر أصحابه، قبر أحبابه؟ المقابر موجودة، ندفن هنا مقبرة نتاعنا، مقبرة نتاعكم هنا بالبوا، شحال دفنا هنا مجموعة من الناس اللي ماتوا في كورونا، المهم القبرة هنايا، كان مقبرة نتاع هارون، مقبرة نتاع كراتري، فيها ناس. لكن من منا على الأقل مرة في الشهر ولا كذا يمشي مثلا يمشي إنسان بالسيارة نتاعو ويترحم على هؤلاء الأموات.
مش على العائلة تكلموا على الأصدقاء. هذا الوفاء. سيدنا النبي يمشي للمقبرة يترحم على من؟ يمشي على العائلة نتاعو اللي يترحم على أصحاب. هذا هو الوفاء من سيد الأوفياء عليه الصلاة والسلام. ومن وفائه للأموات من أصحابه أنه كان يذهب في العزاء يمشي يعزي. احنا أحيانا إنسان يموت له الوالد نتاعو ولا تموت له الوالدة نتاعو كان اللي ما يكلفش نفسه يدير الهاتف يعزي، ما يكلفش نفسه يمشي عند الأخ نتاعو يعزي. وهذا سيكون له أثر في النفس. الإنسان اللي يكون في هذيك اللحظة نتاع الفراق نتاع الوالدين والمصاب اللي عزاها راه يعقل عليه، واللي ما عزاش يبقى الأثر. لماذا؟ إن الإنسان في ساعة جرح، في ساعة فراق، في ساعة صعبة، لكن مع ذلك هناك من عزاه وواساه، هناك من لم يبالي بالأمر كله. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من وفائه للأموات من أصحابه أنه كان يذهب للتعزية. وصلوا نحن الوقت كيف نحن عندنا متسع من الوقت. أنا رأي ما نحس الوقت رغم أنني مريض تعبان شوية، لكن لا إله إلا الله دقيقة عشرة نختم. يلا قلنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مع الأحباب ومع الوجوه الطيبة المباركة فلم نشبع من الكلام، وإذا شبعتم أنتم ستوقف الآن إن شاء الله، لكن سأختم بهذه النقطة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم في يوم من الأيام كان هناك أب له ولد صغير، وكان هذا الأب دائما يأتي إلى مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويأتي ذلكم الإبن غلام صغير يجلس في مجلس رسول الله، مرة يأتي عن يمينه يأتي عن شماله يركب على ظهر أبيه ورسول الله واقف. فسأله ذات يوم قال يا أبا فلان أتحبه؟ قال والله يا رسول الله أحبك الله كما أحب، أحبه حبا كما يحبك رب العالمين سبحانه، أحبك لدعاء أحبك الله كما أحبه. مرت الأيام والأيام والشهور والأعوام، ثم فقد هذا الرجل. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام أين فلان الرجل اللي كان يأتي معه الولد الصغير أينه؟ فقالوا يا رسول الله مات ابنه، مات ذلكم الغلام. فحزن عليه الأب. لما يفقد ولده راه ماشي سهل، يكون عندك ربما واحد الولد ولا ولدين تفقد واحد لا شك ان الامر صعب. فلما فقد حزن عليه حزنا شديدا وظل ملازم البيت مدة. فذهب رسول الله سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ذهب الى بابه وطرق عليه الباب، وتفاجأ الرجل بقدوم النبي. تخيل ان النبي واقف عند بابك، تتحلم يكون النبي تشوفه في المنام، وهذا هو اسعد يوم، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ياتي الى بابك ويطرق عليك الباب. فقال مرحبا برسول الله، سال الهم نتاعه وسال فرقه الاول نتاعه. فقال ابشر يا ابا فلان، وساله عن قصه الولد، ثم قال ابشر يا ابا فلان وعندي سؤال، ايهما خير؟ ايهما افضل؟ ما الذي تختار؟ هل تختار انه لو كان بقي معك تمتع به طول حياتك، ام انه يوم القيامه تجده يفتح لك باب الجنة ويدخلك الجنة معه؟ قال ذلك الذي أريد يا رسول الله. فرحوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال بغيت الله يسبقني للجنة ويفتح لي باب الجنة ويشفع لي باب الجنة. الحديث أيها الأحباب، الحديث معكم أيها الأحباب يطول عن هؤلاء الأحبة الذين فقدناهم، رحلوا عنا ولم ترحل عنا ذكراهم. الحديث عن هذا يطول حقيقة، لكن كانت هذه وقفات ومضات أحببنا أن نذكر بها، أن نذكر بمناقبهم وفضائلهم في هذه الليلة، ليلة الوفاء وأمسية الوفاء. فالله نسأل أن يتغمدهم بواسع رحمته، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم أكرم نزلهم، اللهم وسع مدخلهم، اللهم آنس وحشتهم، اللهم ارحم غربتهم وارزق لهم في قبورهم ونور لهم فيها يا رب العالمين، اللهم أدخل عليهم الضياء والنور في قبورهم حتى يكونوا مطمئنين، اللهم أسعدهم بلقائك، اللهم أفرحهم بدخول الجنة، اللهم أسعدهم بدخول الجنة، اللهم أسعدهم بدخول الجنة، اللهم يمن كتابهم، يسر حسابهم، ثقل ميزانهم بالحسنات، ثبت أقدامهم على الصراط، أسكنهم في وسط الجنان، وارزقهم جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أكرمهم بلقائك يا ديان، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا ما تيسر إراده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعتذر إن كنت أطلت عليكم وأعتذر على هذا الصوت. بارك الله فيك شيخنا.
سيمون ان شاء الله. الان ان شاء الله سوف الاذان لصلاه العشاء، بعدها كان استراحه ان شاء الله ديال الشيخ، ولنا محاضره مع سي بشير بوطالب بالالمانيه ان شاء الله. وقبل المحاضره يعني في حصه الشاي ان شاء الله سنقوم بتكريم وسرد الاخوه الذي غادروا هذه الدنيا يعني يلتحقوا بدار الاخره، نقوم بتذكيرهم وكذلك نقوم ان شاء الله بتكريم الاخوه الذين في باقي الحياه ان شاء الله.